وكما عرف أهل منح بثراء تراثهم عرفوا بسعيهم منذ قديم الزمان لاستثمار خيرات الطبيعة استثمارا كاملا. فالنخيل ليس فقط مصدرا لحاصلات التمر، بل إن من جذوع النخيل والأشجار يصنع الحرفيون بالولاية ما يلزم المنازل من أسقف وأبواب، ومن سعف النخيل يصنعون السلال والأكياس الخوصية المتينة لتعبئة التمور وتخزينه. وتتعدد الحرف والمهن بالولاية، فبعض الحرفيين يصنعون أيضا النسيج التقليدي ويحافظون على المهنة، فزوجة الصانع تشاركه العمل، أما الابن فيعيش في جو من الأصالة وحب الصنعة. والحرفيون دائما مقبلون على المهنة بعلو الهمة، فقد كرم جلالة السلطان المعظم العمل ومهن الأجداد وجعل من ذلك وساما له شرف الاعتزاز.